من أكثر العصائر المنعشة والمطلوبة للتحضير دائما، متعة طعمتها الطيبة ما بتروح نهائيا، ودائما هي سيدة العصائر الموجودة على السفرة. رح نحضر عصير الليمون ونعناع بكل سهولة بالبيت. رح أبدأ بكوب من عصير الليمون الطازج، ضروري طبعا عصير الليمون يكون طازج طبيعي. عندي هون كوبين من المي الباردة جداً، استخدم الكوب المعياري اللي سعته 250 ملي. رح أحلي باستخدام نص كوب من السكر، ممكن طبعا نزيد أو نقلل كمية السكر حسب رغبتنا، ممكن نستخدم المحلي الاصطناعي. كوبين من مكعبات التلج، طبعا هي بتعطيني هون قوام حلو كتير للعصير. ممكن إنه نكسر مكعبات التلج داخل كيس نايلون قبل ما نضيفها بالخلاط إذا كنا منخاف على شفرات الخلاط. عندي هون نص كوب من أوراق النعنع الأخضر الطازج، غسلتها وجففتها ورح أضيفها مباشرة حتى أعزز لون العصير الحلو يتميز عن لون عصير الليمون لحاله. رح أضيف بضع قطرات من ملون الطعام الأخضر، تقريبا ربع معلقة صغيرة، وطبعا إضافته اختيارية، ممكن نستغنى عنه بكل بساطة. اللي علينا نعمله هلأ بس إنه نخلط هاي المكونات مع بعض. رح أسكر الخلاط بإحكام. رح أبدأ هون أخلط على ضربات أو دفعات حتى أحافظ على شفرات الخلاط ما أأذيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل بساطة صار عندي عصير الليمون ونعناع جاهز للتقديم. شفتوا قد ايه سهل التحضير؟ ممكن نحضره قبل بوقت ونخليه بالثلاجة. شوفوا هاللون الأخضر الزاهي الحلو اللي حصلنا عليه. نيجي هون للتقديم والتزيين. عندي هون معلقتين من عصير الليمون، حطيتهم بصحن أو وعاء. بستخدم الكوب اللي أنا بحبه وبغطس أطرافه بعصير الليمون بهالطريقة، بس أتأكد إنه حواف الكوب كلها انبلت بعصير الليمون. مباشرة باخدها على السكر حتى أعطي شكل لطيف للكوب، وهي فكرة للتقديم بس مش أكتر، ممكن طبعا نستغنى عنها. لون العصير بجنن مع حواف الكوب المزينة بالسكر. كمان رح أزين بشريحة واحدة من الليمون الطازج وعرق من النعنع الأخضر، وهيك صار العصير جاهز للتقديم، منعش وبارد وجدا طيب. عصير الكركديه مش بس صحي، كمان سهل التحضير، بنقدر نعمله بمكونات بسيطة جدا. كل اللي علينا انه رح نجيب ازهار الكركديه من العطار. هاي هي ازهار الكركديه، شايفين كيف بتكون مثل الورد المجفف. هلا انا رح احتاج منها 3 ارباع الكوب من هاي الازهار، وطبعا غسلتها قبل ما استخدمها لانها بتكون مليانة غبرة. بعد هيك رح احطها بطنجرة على النار. لثلاث أرباع كوب أزهار الكركديه رح أستخدم كوبين من المي المغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. رح أغليهم على نار عالية مدة 5 دقائق حتى تعطيني خلاصة الكركديه الطيبة. طبعا في حال معنا وقت نغمرهم بمي مغلية ونتركهم ليلة كاملة، هيك بيكون أفضل، بناخذ الخلاصة بدون ما نفقد الفوائد. هيك وصل للمرحلة اللي بدي إياها. هلأ رح أخذ هذا الخليط أصفيه وأتركه يبرد تماما. بعد ما برد عندي خلاصة الكركديه اللي حضرناها مع بعض، رح أصبها داخل الخلاط. طلعت عندي كوبين بالضبط. رح أضيف لهم كوب مي باردة، يفضل إنها تكون من الثلاجة. رح أضيف كمان كوب من مكعبات التلج. نفس الطريقة ممكن نكسرهم قبل ما نضيفهم. طبعا الكركديه مشروب حامض كتير، فرح نحلي بنص كوب سكر. لو حابين انه تكون كمية السكر اقل او اكتر، انتو بتضيفوه مثل ما بدكم. حتى اعطي هالمشروب نكهة لذيذة ومميزة، رح اضيف معلقة صغيرة من نكهة الفراولة او التوت، ممكن نلاقيها عند العطار. في حال ما توفرت بكل بساطة بنستغني عنها، او بنضيف ماء الورد او ماء الزهر للكركديه، نكهتهم كتير طيبة معه. هلأ احنا بس رح نخلط المكونات مع بعض، طبعا بعد ما نحكم اغلاق الخلاط. رح اخلط على ضربات عشان التلج الموجود ما يخرب شفرات البريد. بكل بساطة صار عندي عصير الكركديه جاهز. طبعا كل ما ضفنا كمية تلج اكتر، كل ما اعطاني خليطي بيشبه السلاش اكتر، يعني صار قوام العصير اكثف معي وابرد، وهذا بيكون منعش جدا بايام الصيف.
كفكرة لطيفة للتقديم بس، أنا عندي هون أخذت ربع كوب من العصير اللي حضرناه الكركديه، رح أخذ الكوب اللي بدي أصب فيه العصير أغطس طرفه هيك بالعصير، بدي أتأكد إنه كل حواف الكوب تبللت معي بالعصير. تمام، بكون هون حضرت ربع كوب أو نص كوب من السكر وبغطس فيه أطراف الكوب بهالشكل، مباشرة رح يصير السكر بلون زهري بسبب الكركديه، وهيك بنكون زينا طرف الكوب بطريقة كتير لطيفة وحلوة. هلأ هيك الكوب بعد ما حضرته، شايفين ما أحلى شكله، كتير لطيف ومناسب جدا للتقديم. عندي هون عصير الكركديه بعد ما صار بارد تماما. هلأ بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا هاللون الأحمر الزاهي اللي بياخد العقل، نكهة بتشهي وشكل كمان لطيف جدا. للتزيين بس أنا عندي هون حبة فراولة وتوت، حطيتهم بسيخ أو عود خشبي، وهيك صار عصير الكركديه جاهز للتقديم. بتمنى يعجبكم إن شاء الله، وألف صحة.